والخبر اللي هقول لحضراتكم هو خبر مهم جدا في ظل انه احنا منظومه النقل عندنا يعني طبعا عارفين يعني مشاكلها، وان يد الاهمال طالتها لسنين طويله، وانه ما كانش في تعامل جاد مع الملف ده. ويمكن في مقدمه واحنا بنتكلم على نقل السكه الحديد وحوادث السكه الحديد، وكنا بنتكلم انه المساله دي محتاجه المليارات، لكن الاهم من كده ان يكون في اراده حقيقيه للتعامل مع مشاكل السكه الحديد وتطوير هذا المرفق الهام اللي يعني بينقل ملايين الركاب. اتفاقيه منحتين ما بين مصر والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار، التنمية والإعمار أو البنك الأوروبي للتنمية والإعمار، إدى لمصر منحتين لمشروع تجديد القطارات أو القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد. قيمة المنحتين دول 1.5 مليون يورو، يعني 28 مليون جنيه. وقعت طبعا دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل. المنحة الأولى هيتم توجيهها علشان يتم مساعدة السكة الحديد في تطوير أعمال الشحن الحالية، ودراسة كمان أنه هيحصل إنشاء شركة فرعية منفصلة ونظام تعقب للبضائع. ده غير هيكون في هيكل إداري، يعني بنتكلم وفقا للتكنولوجيا الحديثة في العالم كله، أنه مش هنخترع العجلة، لكن يكون في عندنا شركات متخصصة، نشوف إيه الخبرات الأجنبية، نشوف النظم الحديثة ويتم تطبيقها. فهيكون في هيكل إداري وتنظيمي، وهيتم كمان الأصول الخاصة بالسكة الحديد برضو هيتم إعادة تقييمها وتوجيهها في المكان الصحيح. المنحة الثانية هيتم تخصيصها لمساعدة برضو السكة الحديد في الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء 100 جرار سكة حديد، وده اللي هيتم التعاقد عليه من خلال التعاون ما بين وزارة النقل والبنك الأوروبي بقيمة 290 مليون يورو. وزيرة الاستثمار دكتورة سحر نصر وضحت أن قطاع النقل جاي دلوقتي على قمة أولويات الوزارة فيما يخص جذب الاستثمارات، ويكون في استراتيجية للتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان يتم استكمال التقدم اللي بيشهده القطاع دلوقتي في شتى المجالات. الوزيرة قالت برضو أنه تم توفير تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليار دولار، لأن الوزارة مدركة بشكل كبير أن القطاع ده مهم وبيأثر على تحسين الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطن والتنمية بشكل عام. أما وزير النقل قال أن الوزارة دلوقتي مهتمية أنها تدعم قوة إيجار بالسكة الحديد علشان تحسن الخدمة المقدمة للركاب، والوزارة دلوقتي شغالة في أكتر من اتجاه، سواء موضوع تدعيم قوة الجر، وده متمثل انه هيتم التعاقد على شراء 250 جرار جديد. ونقطه مهمه جدا بقى، يا غير الجديد بقى القديم انه يبقى فيه احلال، يبقى فيه صيانه، يبقى فيه توفير قطع غيار جديده علشان الجرارات المتوقفه للاسف الشديد من سنين طويله يتم برضو نشغلها، يعني نشوف هي محتاجه ايه بدل ما هي مركونه كده، ونبدا نشتغلها مره ثانيه بالاضافه للجرارات الجديده. وده معناه زي ما قال الوزير ان ورش السكه الحديد هترجع تشتغل تاني، والاهم انه هيكون تحت اشراف خبراء من المصانع العالميه علشان ننقل خبرات بره للمهندسين والفنيين المصريين. فبالتالي التعاون الاستثماري المهم اللي بيحصل دلوقتي مع عدد من المؤسسات والبنوك الدوليه في تطوير مجال النقل وخاصه السكه الحديد، السكه الحديد اللي هي تاريخية، يعني دي واحدة من أهم وأقدم السكك الحديد على مستوى العالم، وللأسف بقت قديمة، يعني هي الأقدم وبقت أقدم فعليا لأنه ما كانش في حد لا بيهتم ولا في صيانة ولا في أي شغل ولا في حاجة جديدة بتحصل. فالتعاون مع شركاء التنمية مهم جدا، المنح والاستثمارات اللي بنتكلم عنها هيكون ليها مردود على هذا القطاع الهام، وبالتالي كمان تجذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع.